بالظبط يا لولا. الزنزانة نورت. منورة ابن ازاي حبيبي؟ بجد يا لولا معقولة تحبيني زي الأول بعد ما تحولت إنسان فضائي؟ بحبك في كل أشكالك. مش مصدقك هنا. الزنزانة دي هتولع لأعلى من خالص وداني. اقعد يا أحلى مفاجأة يا لولا. لا سحر ولا شعوذة. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صبر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعة ده هيلف على ساعة هنبقى في حتة تانية خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانية الا ثانية، نفس العربية اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمة، بجهز بنتها رحمة، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ دي رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم خالو. يا خالو خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. تقيلي بقى عشان رايح استئناف. يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطماني. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة. يعني سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم. أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أم. نصفر يا جوجل. 10 خضرة أم. كده بقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا. ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك. مش أنا. ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. تصدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حتة آثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية.
وبعدين كده انت فهمتني كويس طبعا كبير تمام تمام الله انت بتكلم مين يا دين بشاور قرين يا برنس انا ما قلتلكش ان انا ملبوس خلينا في المهم الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت والفلاشه دي عليها فيديو لعروستنا طب ما عليهاش حاجه الاصاله الجديد ما تقفش احنا هي ناقصه قفش طلع في 4/4 ساعه لغوريسك ريجوليروفشك ريجوليرو طب علي 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 ده تاكي نيفولافيروفالي طب الخبر ده طلع صحيح تبقى مصيبه سود خبري مش عارف بس قلقان شو ده بقى انسيدنت ني استال بريتندنت ام نسدي اسيبك انت بقى تقلق لوحدك وقلقان في اي مكان تاني سلام ني كوري تركا تروبكو كوبيل ليلى انا بخير لم هدومك انتوا شيماء وفاروق عشان هتجوني مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر هفهمك بعدين شوفي مين حاضر مين حكومه يا لهوي الحق يا صابر الحكومه بتدور عليك في يا باشا فين صابر يا بنت في السجن يا باشا خش فتش المكان ما هو هرب يا امك يا فندم مفيش حد جوه هاتهم لي على البوكس والله يا باشا ما اعرف يلا يا بنت ياسر بيه ده ما كانش اتفقنا يا عم متقلقش يا عم احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي ساعتين كده وهخرجها لك وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل بقول لك يا جوجل هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله ماشي يا باشا يلا صباح فل يا جوجل مع السلامه انت هتهرب الواد ده بره مصر اهرب مين يا عم انت ده واد نصاب عليه قضايا اكتر من 15 سنه delivery date when you are too late and we hurry ليك حياتي هن عم يسألوك عن موعد التسليم بيقول لك انك اتأخرت عليهم كتير وهن هيك مزعجين منك التسليم حيكون الاسبوع الجاي نظام سدد الفلوس ازاي delivery will be next week how the money will be one third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery حياتي هو رح يدفع لك التلت هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم وانا موافق اوكي يا صابر حياتي ليكو هيدا صابر ايوه يا صابر خلي بالك يا باشا انت متفائل بقول لك يا غالي احنا مش مركب واحده ولا انت عايزنا نطلط تخش السيجنال بسطرحه خلينا في الجد انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه والكلام ده هيكون يوم الجمعة أهم حاجة بعد الصلاة انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني جات لي رؤية اصل بنام طاهر تتعيب ورا امك اوبا ايه الجو الامريكان انت جبنا هنا ليه مزاجي انت سيب انت على قالك لما يظبط الحجر بس شويه ولا بقول لك ايه انا لا هسلم ولا هستلم انا روح في ايدك فين ال عف لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد امسك اشرف لي ارجع السجن احسن هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي طلباتك ايه لما اقول طلباتي بتسال شريط اصاله اوبا ده انت معبي لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي استغفر الله العظيم امك اللي ذنبنا عظيم التسليم امتى يا صابر والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني التسليم امتى يا هابي هابي ايوه كده كمان يومين هيبقى فين يعني انت ما سمعتش الحكومة بتحب تتأكد ولا مصنع الكراسي اشمعنى عشان ضلمة خلص يالا اه مالكش امان عند الهرم كبير اشمعنى عشان طويل ما بطل وسخن خالص هو اللي قال لي ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا العروسة لميع مش متربة افهم من كده ايه كنت انا فهمت امسكها اهدي الفلاشة اللي عليها العروسة
بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. اوعى ايدك صلاه ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه، انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي. بس امان عليك بلغ مصر كلها ابنك صابر بيقول لك كفايه كفايه علي قوي كده. وعلى عمرك يا شيخ انت وكريم. أغطى تصدمة أدخل لها تصنخي قلبي يا فيها جدعان تستعبطوا ولا إيه؟ في إيه؟ في إيه يا صابر؟ حلمت ببغبغان أحوال بيعض في هدهد. ده إيه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس وندف على شمالك. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل. بالنسبه لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا، وده يا فندم بسبب قله مساحه الارض الصالحه لنظام الزراعه بتاعنا في المناطق المجاوره. طب وده ملوش حل؟ ما نجيب مزارع جديده. وما انت بتعمل ايه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر. انا عملت سيرش على مزارع جديده وحددت بعض الاماكن اللي ممكن نشتري فيها. امال ايه مشكله مصانعنا الدمياط؟ العمال عاملين يضرب ليه؟ 20% من العمال متامن عليهم صحيا تبع التامين الصحي الحكومي، و80% مش متامن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكله. لا مشكله ولا حاجه، امن عليهم تبع مستشفياتنا وعمل لهم خصم 50% على الدواء. ادي الناس تديك. ايوه بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركه. لا ده سوء اداره. لما تبص في مرايتك يا فاروق اول ما تلمح عيبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزه، لكن لو داريته هيبقى مليون عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعه. انا لسه عند رايي، ده هيعمل لود على ميزانيه شركتنا، وبعدين في الاول في الاخر دول عمال مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ انا اسف يا مستر عمر. طب انا بلغني ان مناصه وزاره الاسكان بتاعه الشباب رست علينا، وزي ما انا شايف كده ان الشقق نازله على 43 متر بالظبط يا فندم، والكلام ده مش عاجبني. المساحه تتحول ل 100 متر الا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر، وبالمره احجز لكم انتوا اولى. ازاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزاره ومش هينفع يتغير فيه. مالكش دعوه بالوزاره، انا اتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد، والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني، وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانيه خالص. كنت فاكر؟ ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الإزازة اللي ما بيننا، على الأقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ ست. ده بالنسبة لك، لكن بالنسبة لنا تسعة، وده أكبر دليل إني من مكانك ممكن تشوف الأمور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك كنت تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسال، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجه، في سياسه وفي اعلام وفي رياضه، بقى كله بيفهم في كل حاجه، كله بقى رئيس. شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انت كم؟ انا اسف والله يا باشا. شش، تاكل انسجام في الاسانسير يا حيوان. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير، القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما يخشهاش حتى عامل نظافة. تحت أمرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف بأسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوة بسرعة جدا. تحت أمرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. أهلا
مش ملاحظه انك بتشربي كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقه، ما هو نهاري زي ليلي. على فكره الانسان طاقه، وانا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتله. ابقى بالله. هي ايه الفتله؟ واضح الفلوس ما غيرتكيش، بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو غيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت عشان انت ما بقتيش انت. انا؟ انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا؟ يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك، ده انت الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك، رجعتي لاصلك. دي السكرتيره، متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها ما يتسابش منها حته، تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي؟ فرحان في ايه؟ صابر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صابر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله، كبر دماغك منه. اكبر دماغي؟ اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي، يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده متشعلقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك؟ ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نأمن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله بس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقول ايه؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صابر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم، والله ده كتير. مش قوي كده يا نشارتي، خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر، الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده احنا عايزينك معانا. الموضوع كبير قوي، مش معنى. لا ده انت عملت نجاحات كبيره قوي، فت البلد والناس، ده علاوه على انقاسهمك بسم الله ما شاء الله في العالي. والاهم من ده كله انك شخصيه مش محروقه. الباشا مضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري بلعب بيزنس، السياسه دي مش لعبتي. صدقني الاثنين لعبة واحدة. البيزنس من غير سلطة تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومة من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشة اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطة عشان تحمي البيزنس بتاعك، والحكومة محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي أهداف حزبك الجديد يا باشا، لو ما عرفناش نعدلها نظبطها على عقيدها. وانت كمان زيها.
انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي يا مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد دول. حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انت ما تتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجه الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقه. انت حقيقي مش مخليهم محتاجين اي حاجه، ومع ذلك اوعدك لو احتاجوا اي حاجه هكلمك على طول. ربنا يقدرني واعمل لهم كل اللي بيحلموا بيه ان شاء الله. هشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. شوفك على خير ان شاء الله. يا ماما ليلى انت ماشيه بدري ليه؟ معلش يا حبيبي انا هرجع لك تاني، بس اوعدك المره الجايه هقعد معاك كتير قوي لحد ما تزهق مني. انا محتاجه لك اكتر من ما محتاجه لحد. باي باي يا ماما ليلى. وريني كده كشف رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر. في حاجة يا باشا؟ لحد دلوقتي مفيش، لكن أكيد هيبقى فيه.